عبر الهاتف من دبي تنضم لنا الكاتبة الروائية وأيضا الإعلامية وأيضا عضو لجنة تحكيم مهرجان تحدي القراءة الدكتورة بدرية البشر. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. حدث يعني يشعر كل العرب بالفخر بمتابعة أطفالنا يتنافسون على قراءة اللغة العربية، يعني توج هذا الحدث بفوز الطفلة عفاف الشريف. أولا تعليقك دكتورة، وإلى أي مدى هذه المبادرة هي استثمار فعلي في مستقبل الثقافي والمستقبل التربوي لهؤلاء الأطفال وبالتالي مستقبل الدول؟ أولا أمسي عليكم على المشاهدين وأقول مبروك وألف ألف مبروك أولا لصاحب المبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد لنجاح هذه المبادرة لسه في سنتها الثانية وإحياء هذا الأمل الجميل في قلوب مش فقط القارئين ومحبين القراءة بل أيضا العرب اللي تعودوا دائما على الأخبار الحزينة والبائسة، على أخبار الشقاق، على أخبار الحروب، على أخبار الإحباط والهزائم المعنوية المتكررة. اليونسكو عندما نشرت تقريرها عام 2003 والقائل بأن العرب لا يقرؤون إلا بمعدل 6 دقائق سنويا مقابل 200 ساعة قراءة للمواطن الأوروبي، كان هذا الإحصائية الحقيقة أشبه يعني خلينا نقول بالعار على أمة عربية قرآنها الكريم بدأ بآية اقرأ. فبالتالي كنا نشعر بالتأكيد أن هناك خلل ما، يعني كنا نشعر أن هناك ربما أن هذه المشكلة هي واحدة من هزائمنا العربية. ما حدث أن يأتي رجل مثل الشيخ محمد بن راشد ويطلق مبادرة يلهم في يحرض فيها شهية الناس على القراءة، وربما هذه الشهية موجودة أيضا، وبمعنى أن القارئين يعني لا يتحركون للقراءة لأن هناك جائزة، لكنها ربما قد تكون إضاءة إلى على واقع أن العرب يقرؤون. نعم دكتور، هم هذا الجيل الجديد أيضا يحب أن يقرأ. دكتورة كنت أيضا من ضمن لجنة التحكيم، ماذا عشتي مع هؤلاء الأطفال يعني خلف الكواليس؟ ماذا لمستي في هؤلاء الأطفال وهم يتنافسون فعلا على القراءة؟ والله ما تتخيل، يعني التجربة فيها كثير من التفاصيل الصغيرة التي تعني الكثير. هؤلاء بعضهم أطفال صغار زي ما شفنا مع شذا الطويرقي، مع شباب كبار مثل ما شفنا مع شريف السيد من مصر. كانت يعني في حيوية، فيها شعور دائما يعني حتى يعني احنا وانا بطالع وجيههم بستلهم حيوية الحياة والفرح. هم يعني داخلين مسابقة بالتأكيد انه الهدف، يعني هم الكل يعرف من 7 مليون أن الذي سيصل للنهائي 6 والذي سيحصل على الجائزة 1. يعني لكن كلهم مستمتعين بالرحلة، كلهم مستمتعين بالأمل. نعم شكرا لك، أشكرك جزيلا وأعتذر المقاطعة نظرا لضيق الوقت. دكتورة بدرية البشر الإعلامية وعضو لجنة تحكيم مهرجان تحدي القراءة وكاتبة روائية طبعا كنت معنا بالهاتف من دبي.